السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبة الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من سلسلة المحاضرات المقدمة في مادة المسطرة الجنائية والمرتبطة بالمحور الرابع المتعلق بالتحقيق الإعدادي. كنا تناولنا في محاضرتنا الأولى تقديما عاما للتحقيق الإعدادي، انطلاقا من ماهية التحقيق الإعدادي، تعريف مؤسسة قاضي التحقيق، وصولا إلى مجالات التحقيق الإعدادي، وهي مجموعة من الخصائص التي تميز التحقيق الإعدادي وتجعله مرحلة كما قلنا ذلك سابقا، ذات طابع قضائي من جهة وذات طابع تفتيشي وتنقيبي من جهة أخرى. هنا وفي هذه الحلقة الثانية بحول الله ومشيئته سنتناول إجراءات التحقيق الإعدادي، أي ماهية هذه الإجراءات وكيفية وصول قاضي التحقيق إلى ملف القضية من أجل قيامه بإجراءات التحقيق الإعدادي فيها، أي كيفية اتصال قاضي التحقيق بملف القضية وكيفية قيامه بمهامه المرتبطة بهذا الملف، سواء تعلق الأمر بالتنقيب على الأدلة وجمع البراهين، وفيما يتعلق بالتعامل مع أطراف القضية سواء كانوا متهمين أو شهود وما إلى ذلك. من هذا المعطى سننطلق بداية من التأكيد على أن المقتضيات والإجراءات المسطرية أكدت على مبدأ الفصل ما بين السلطة المرتبطة بالمتابعة وسلطة التحقيق، حيث لا يجوز هنا لقاضي التحقيق البدء اختيارياً بإجراءات التحقيق تلقائيا من تلقاء نفسه دون أن يطلب منه ذلك صراحة، وما لم يخول له القانون هذا صراحة. ومن هذا المنطلق يمكن القول بأنه هي صلاحية مؤطرة عبر فصلين أو عبر مادتين، المادة 84 و92 من قانون المسطرة الجنائية، حيث جاء في المادة 84 من قانون المسطرة الجنائية: يجري التحقيق الإعدادي بناء على ملتمس للنيابة العامة، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة التي إليه في حالة التلبس يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول. يحق لقاضي التحقيق توجيه التهمة لأي شخص بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا في الوقائع المعروضة عليه بناء على ملتمس من طرف النيابة العامة دائما. إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشار إليها في ملتمس إجراء التحقيق، تعين عليه أن يرفع حالا إلى النيابة العامة الشكاية والمحاضرة المتعلقة بها. في حالة تقديم الشكاية مرفقة بالمطالب المدنية للمشتكي يتم الإجراء وفقا لما نص عليه المادة 93 من قانون المسطرة الجنائية. هذا ما ورد في المادة الأولى. المادة 92 ماذا جاء فيها؟ جاء فيها بأنه يمكن لكل شخص ادعى أنه متضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. الشكاية المرفوعة لقاضي التحقيق والمشفوعة بطلب التعويض إن هي قبلت تكون مرحلة ومحركة للدعوين، دعوة عمومية ودعوة مدنية تابعة، لذلك وجب احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية عبر المادة 95. ماذا تقول المادة 95 هنا؟ جاء في المادة 95 بأنه يجب على الطرف المدني عند إقامته للدعوة العمومية ما لم يكن محصلا على المساعدة القضائية أن يودع بكتابة الضبط المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوة، ويحدد له أجل للإيداع تحت طائلة عدم قبول ملفه وشكايته، ويحدد هذا المبلغ بأمر من طرف قاضي التحقيق الذي عليه أن يراعي الإمكانيات المالية للمشتكي.
إذا أقيمت هذه الدعوة ضد قاض أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية، وظهر أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء أعمالها التابعة، يتعين على قاضي التحقيق إشعار الوكيل القضائي للمملكة من خلال منطوق المادتين 84 و92 من قانون المسطرة الجنائية، ومن خلال ما ورد أيضا في المادة 95 منه. يتضح لنا بأن قاضي التحقيق يمكنه أن يتصل بالقضية بناء على ملتمس بالتحقيق يقدم إليه من طرف النيابة العامة، أو بناء على شكاية يتلقاها من طرف المتضرر ذاته الذي ينصب نفسه طرفا مدنيا مطالبا للتعويض. ومن خلال هذا المنطلق يمكن القول بأن خارج منصوص عليه قانونا لا يمكن لقاضي التحقيق تحت أي ظرف كان أن يتصل مباشرة بالقضية ويقوم بإجراءات التحقيق الإعدادي من تلقاء نفسه، لأننا كما قلنا هناك فصل ما بين السلطة القضائية وسلطة المتابعة، وهي ثنائية قضائية أكد عليها المشرع المغربي في ظل قانون المسطرة الجنائية. بناء على ما سبق يجب أن نشير إلى الحالات التالية، وهي حالات مهمة. أن قاضي التحقيق قد يجد نفسه غير مختص بالقيام بالتحقيق أصلا، هنا يجب عليه احترام مقتضيات المادة 97 والبت بعدم الاختصاص. يتعين على قاضي التحقيق في حالة عدم اختصاصه أن يصدر بعد تلقيه ملتمسا للنيابة العامة أمرا بإحالة الطرف المدني ليقيم دعواه أمام الهيئة القضائية المختصة بذلك. في جميع الأحوال تجوز المنازعة في قبول المطالب بحق المدني، إما من طرف النيابة العامة أو المتهم، أو حتى من طرف شخص آخر ذو مصلحة في القضية. وفي هذه الحالة فإن قاضي التحقيق يبت بموجب أمر قضائي بأن يطلع بعد أن تطلع النيابة على الملف طبقا لمنصوص المادة 94 الذي تناولناه. يمكن أيضا للطرف المدني أن يتقدم بطلبه بفتح تحقيق في أي مرحلة من المراحل وكيفما كانت نوعية الجريمة، ويمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر أن ينازع في قبول طلب الطرف المدني. تطبق مقتضيات المادة 95 إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى المدنية أو عفوا الدعوى العمومية. يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف. ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن قاضي التحقيق محكوم بقاعدة أن التحقيق الإعدادي يتعلق بنطاق معين، أشخاص معينين، وبأفعال معينة، وليس من بإمكان قاضي التحقيق هنا أن يتوسع في الأفعال التي يشملها التحقيق دون الأفعال التي جاءت في حيز التحقيق. وهو ما يقتضي من جهة امتناع مد التحقيق تلقائيا من قبل المحقق في الجرائم في أفعال لم ترد في صك الالتماس الذي قدمته النيابة العامة بخصوص إجراء التحقيق. ومن جهة أخرى إتاحة مد التحقيق لكل شخص ولو لم يرد اسمه في صك الالتماس إذا كانت له علاقة بالوقائع المعروضة للتحقيق. وفي هذا المنطلق نعود إلى المادة 85 التي تقول بأنه يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة. من هذا المنطلق يمكننا القول بأن قاضي التحقيق يتمتع بصلاحية كبيرة جدا فيما يتعلق بإجراءات التحقيق، وهو يمكنه القيام بكل ما يراه مناسبا ومفيدا لملف القضية. لاحظوا معي هنا بأن صلاحية قاضي التحقيق قد تشابه في بعض الحالات صلاحية الضابطة القضائية والنيابة العامة فيما يتعلق باستنطاق المتهم، فيما يتعلق بالاستماع إلى الشهود، فيما يتعلق
المعاينه والتنقل الى مكان الجريمه او اي مكان اخر، ومعاينته وحجز ما يمكن حجزه ما دام هذا الحجز يدخل في صالح الملف وفي صالح ادله الملف، وهي بشكل عام اجراءات كبيره تعطي لقاضي التحقيق صلاحيات واسعه، سواء تعلق الامر بشخص المتهم، باطراف الدعوه، باطراف اخرين كالشهود مثلا، او باجراءات ترتبط بمكان الجريمه كما قلنا الانتقال الى عين المكان، المعاينه، الحجز والتفتيش. ايضا في بعض الاجراءات التي قد يراها قاضي التحقيق مفيده لضمان سريه الملف او لضمان السير السليم لاجراءات التحقيق دون ان يكون هناك ما يفسدها، مثلا مثل التقاط المكالمات والاتصالات المنجزه بوسائل الاتصال عن بعد. ايضا فيما يتعلق بانتداب الخبراء والتراجمه، وفيما يتعلق بمساله مهمه وهي مساله الانابه القضائيه. بدايه كما قلنا يبدا التحقيق بشخص جوهري وهو المتهم، فقاضي التحقيق اول من يذهب اليه او اول شيء يقوم به اثناء بدايه التحقيق هو استنطاق المتهم، لكون المتهم هو الحلقة الرئيسية داخل هذه القضية. وهذا الاستنطاق ينقسم في التحقيق إلى استنطاق أولي أو ابتدائي، واستنطاق ثاني أو تفصيلي، ويجب مراعاة مجموعة من الإجراءات، سواء تعلق الأمر بالاستنطاق الأولي أو الاستنطاق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق. بداية، ما هو الاستنطاق الابتدائي؟ الاستنطاق الابتدائي أو الأولي هو الذي يمثل فيه الشخص المدعى عليه لأول مرة أمام قاضي التحقيق، حيث يجب هنا على قاضي التحقيق في مستهل هذا الاستنطاق أولا التأكد من الهوية الكاملة للشخص المثيل أمامه في كونه هو المتهم المقصود. وهنا للتأكد يمكنه القيام أيضا بعدد من الإجراءات إذا ما دخل الشك قاضي التحقيق من هوية المتهم، حيث يمكنه الإلجأ إلى الخبرة وإلى الفحص الطبي وما إلى ذلك. أيضا أن يعلم المتهم وبشكل واضح لا لبس فيه بجميع الأفعال المنسوبة إليه باللغة التي يفهمها، وقد جرى العرف هنا بأن قضاة التحقيق أيضا يعطون التكييفات القانونية للأفعال المنسوبة بداية إلى الشخص المتهم، حيث ليكون على إدراك تام بالوقائع المنسوبة إليه والعقوبات المقررة لهذه الوقائع ومدى خطورتها. أيضا يجب على قاضي التحقيق أن يبين للمتهم بأن له كامل الحرية خلال هذا الاستنطاق الأولي بأن يدلي بأي تصريح، أو له الحق في أن يختار محاميا يؤازره أو أن يعين له قاضي تحقيق محاميا إذا رغب في ذلك ولم تكن باستطاعته تعيين محامي. ويجب النص على هذين الإجراءين الأخيرين المرتبطين بالتعيين محامي في محضر الاستنطاق تحت طائلة البطلان حسب ما ورد في المادة 210 إلى المادة 213 من قانون المسطرة الجنائية. ومن هذا الإجراء جاء منطوق المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية كالآتي: يطلب قاضي التحقيق من المتهم بمجرد مثوله لأول مرة أمامه بيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومكان ولادته وحالته العائلية والمهنية ومكان إقامته وسوابقه القضائية، وله عند الاقتضاء أن يأمر بكل التحريات الخاصة بالتحقق من هوية المتهم بما في ذلك عرضه على التشخيص القضائي أو إخضاعه للفحص الطبي. يشعر القاضي المتهم فورا بحقه في اختيار محامي، فإن لم يستعمل حقه في الاختيار
عين له قاضي التحقيق بناء على طلبه محاميا ليؤازره، وينص على ذلك في محضر الاستنطاق. يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المتعلقة بالتحقيق في هوية المتهم، يعني أن المحامي هنا إذا ما كان هناك شك في هوية المتهم يحق للمحامي حضور الاستنطاق المتعلق بالتأكد من هوية هذا المتهم. يبين أيضا القاضي في التحقيق للمتهم الأفعال المنسوبة إليه، ويشعره بأنه حر في عدم إدلائه بأي تصريح، ويشار أيضا إلى ذلك في النص. عند الاستنطاق من عند الانتهاء عفوا من استنطاق المتهم، يقرر قاضي التحقيق بشأن تركه في حالة صراح أو اعتقاله احتياطيا أو وضعه رهن المراقبة القضائية، إلا أنه في حالة مخالفته لملتمس النيابة العامة الرامي إلى الإيداع في السجن، يتعين على قاضي التحقيق أن يصدر بذلك أمرا بعدم الاعتقال الاحتياطي داخل 24 ساعة، ويبلغه فور صدوره إلى النيابة العامة. أما إذا قرر قاضي التحقيق ترك المتهم في حالة صراح، فإنه ينبهه إلى وجوب إخباره بكل تغيير في مقر سكناه، ويمكن للمتهم أيضا أن يختار محلا داخل نفوذ الترابي للمحكمة مجال التحقيق. أيضا يمكنه أن يختار مكتب محاميه كمكان للمخابرة بينه وبين المحكمة. يمكن لقاضي التحقيق أيضا في حالة الاستعجال وخلافا للمقتضيات السابقة أن يقوم على الفور باستجواب الشهيد أو مواجهته مع الغير أو مع المتهم الناتجة إما عند مع المتهم، وتكون هذه الظروف إما ناتجة عن ظروف الشاهد أو خشية اندثار بعض العلامات والأدلة التي قد يمكن مسحها أو اختفاؤها من مسرح الجريمة. ويتعين على أن ينص المحضر على هذه المعطيات وظرف الاستعجال بشكل واضح. ويمكن أيضا لقاضي التحقيق أن يمنع المتهم من الاتصال بغيره لمدة 10 أيام قابلة للتجديد مرة واحدة، سواء كان هذا الغير من العموم أو له علاقة مباشرة بالجريمة، سواء كان حرا أو كان رهن الاعتقال أو الحبس أو السجن داخل مؤسسة سجنية، دون أن يطال هذا المنع حق المتهم في اتصاله بالمحامي منذ الاستنطاق الأول كما قلنا. بمجرد الانتهاء من الاستنطاق الأولي ننتقل إلى مرحلة ثانية، وهي الاستنطاق الثاني أو الاستنطاق التفصيلي، حيث يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق مع المتهم واستجوابه بصفة أكثر تعمقا عن الأفعال المنسوبة إليه، وهو إجراء لا يمكننا الاستغناء عنه إلا في الحالة التي يقرر فيها قاضي التحقيق عدم المتابعة منذ المقابلة الأولى أو عدم الاختصاص. فالتحقيق التفصيلي يعتبر أكثر شمولية، وهو يشمل أكثر من جلسة عكس التحقيق الابتدائي. وعلى كاتب ضبط المحكمة أو المكلف بمؤازرة محقق قاضي التحقيق عفوا أن يحرر محضرا دقيقا ومفصلا لكل ما راج ضمن مراحل التحقيق التفصيلي. متى كان المتهم قد اختار تنصيب محامي يدافع عنه، فإن المشرع يخول له في هذه الحالة من الإجراءات تعزيز حقوقه الدفاعية بنفسه، وتتجلى هذه الضمانات في حرية الاتصال بمحامي واستدعاء الاستنطاق والمقابلات ووضع الملف رهن إشارة هذا المحامي. عموما وبشكل واضح يمكننا الاستفادة من سابق هذه البيانات بأن الاستنطاق التفصيلي هو استنطاق يكون مع شخص المتهم أولا، سواء لتقديم أسئلة يجب الإجابة عليها أو لمواجهته مع الضحية أو مع الشهود. يكون التحقيق التفصيلي أو التحقيق أو الاستنطاق المتهم مقسما إلى جزئين أساسيين،
وهو استنطاق أولي أو استنطاق ابتدائي، حيث يكون أول لقاء ما بين المتهم وقاضي التحقيق. في هذه المرحلة يقوم قاضي التحقيق بالتأكد من هوية المتهم تأكدا سليما، وإعطائه نبذة واضحة بلغة واضحة يفهمها المتهم عن جميع الأفعال المنسوبة إليه وتكييفاتها القانونية كما جرى العرف بذلك. أيضا أن يؤكد له حقوقه المرتبطة بمؤازرته بمحامي، ويتخذ في هذه المرحلة إجراء مهما، وهي ترك المتابعة في حالة صراح، أو تحويل المتهم إلى الاعتقال الاحتياطي، أو وضعه رهن المراقبة القضائية. وفي المرحلة الثانية تشمل التحقيق التفصيلي، فإن المتهم هنا يخضع لجلسات متعددة من الاستنطاق والمواجهة التي ينظمها قاضي التحقيق، سواء تعلق الأمر لطرح أسئلة على المتهم، أو لمواجهته بالشهود، أو مواجهته بالضحايا. وقد تكون هذه المواجهة على مرة أو عدة مرات كلما احتاج قاضي التحقيق لذلك، وما دعت الضرورة إلى هذا الإجراء. أيضا يمكن لقاضي التحقيق أن يتخذ عددا من الإجراءات الأخرى المرتبطة بشخص المتهم، وسنفصل فيها لاحقا، وهي يمكن تناولها كالأمر بالحضور والأمر بالإحضار والإيداع في مؤسسة سجنية، أو إلقاء القبض، أو الوضع تحت المراقبة القضائية، وتحديد كفالة مادية أو شخصية لخروجه، أو الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر. هذه الإجراءات يمكن لقاضي التحقيق أن يتخذها في حق المتهم بناء على ما بادره في مرحلة الاستنطاق. فإذا كان المتهم غير ماثل أمام قاضي التحقيق، فهنا أول إجراء يبدأ به قاضي التحقيق هو إصدار أمر بالحضور إلى المتهم. هذا الأمر بالحضور يشبه الدعوة أو الاستدعاء المقدم من طرف المحكمة، غير أنه هنا يختلف في كون أن هذا الاستدعاء يتحول إلى أمر بالإحضار عن طريق القوة العمومية إذا لم يمتثل المتهم لهذا الأمر بالحضور بداية. ثانيا، فإن قاضي التحقيق يأخذ تدبيرا من التدابير الآتية في حق المتهم متى ما رأى ضرورة إلى ذلك. أول إجراء هو الأمر بإلقاء القبض أو الاعتقال الاحتياطي، ووضعه رهن مؤسسة سجنية. ويمكن لقاضي التحقيق هنا انطلاقا من المادة 154 من قانون المسطرة الجنائية أن يأخذ هذا الإجراء متى ما كانت هناك ضرورة له، أو كانت هناك تخوف من كون المجرم قد يهرب أو قد يختفي أو يخفي معالم الجريمة. أيضا يمكنه وضع هذا المتهم رهن المراقبة القضائية حسب ما نصت على ذلك المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية. والمراقبة القضائية هي حيز من الزمان والمكان يجب أن يمتثل فيه المتهم لبعض الإجراءات الشكلية والموضوعية المرتبطة بحضوره وتواجده في مكان معين وضمن نطاق حيز زمني معين. قد يأمر أيضا قاضي التحقيق بتحديد كفالة مالية أو شخصية من أجل الإفراج عن المتهم أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي، كما قد يتخذ إجراء بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود في وجهه ما دام التحقيق قائما ولم يصل إلى مراحله الختامية. أيضا من الإجراءات المخولة لقاضي التحقيق الاستماع إلى الشهود، تعتبر الشهادة إحدى الوسائل المهمة والضرورية للإثبات، والتي قد تساعد قاضي التحقيق على تكوين قناعات معينة في ملف القضية. والقاعدة العامة هنا أن من حق قاضي التحقيق استدعاء أي شخص قد يظهر له أنه مهم لملف القضية.
أي متى ما توفر شرط أن هذا الشخص قد يكون مفيدا لملف القضية، يمكن لقاضي التحقيق استدعائه من أجل الاستماع إليه ومواجهته بالأدلة والبراهين وإعطاء رأيه فيها. أيضا في كل حالة يجب على قاضي التحقيق أن يقوم باستدعاء الشهود، وذلك وفق شكليات معينة للشهادة، وهي منصوص عليها في المواد من 117 إلى 133 من قانون المسطرة الجنائية، حيث جاء في المادة 117 من هذا القانون أنه يوجه قاضي التحقيق بواسطة أحد أعوان القوى العمومية استدعاءه لأي شخص يرى فائدة من سماع شهادته قصد حضوره أمامه، وتسلم له نسخة من هذا الاستدعاء. يمكن استدعاء الشهود أيضا بواسطة الأعوان القضائيين أو برسالة مضمونة أو بالطريقة الإدارية، كما يمكن الحضور بمحض إرادتهم. من هذا المنطلق يمكن القول بأنه لا شيء إذن يمنع الشهود من أن يحضروا أمام قاضي التحقيق بصفة تلقائية متى ما رغبوا بالإدلاء بشهادتهم. وأن طريقة استدعاء الشهود في الأحوال العادية تتم عن طريق توجيه دعوة أو استدعاء إلى الشخص المرغوب في حضوره لإلقاء شهادته برسالة عادية، أو عن طريق عون من أعوان كتابة الضبط، أو بواسطة عون من أعوان القوى العمومية عفوا، أو بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، أيضا عن طريق أعوان تبليغ العاملين لدى المحكمة. هنا إن توصل المشاهد لمرحلة ثانية ولم يحضر، أشعرت النيابة العامة بذلك وأمرت بإحضاره بواسطة القوة العمومية بناء على طلبها. وقد حدد المشرع جزاء يطبق على الأشخاص الذين يمتنعون عن الحضور للأداء شهادتهم، وذلك حيث أنهم يجبرون على الحضور بواسطة القوة العمومية. جاء في منطوق المادة 128 أنه إذا لم يحضر الشاهد ثم أوجه إليه استدعاء ثاني، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، أو باستدعاء بلغ إليه بصفة قانونية بواسطة عون للتبليغ أو عون قضائي أو بطريقة إدارية وبقي دون جدوى، جاز لقاضي التحقيق بناء على ملتمسات النيابة العامة أن يجبره على الحضور بواسطة القوى العمومية، وأن يصدر في حقه أمرا بأداء غرامة تتراوح ما بين 1200 درهم و 12000 درهم. غير أنه إذا حضر الشاهد فيما بعد وقدم اعتذارا أو مبررا، فإنه يمكن لقاضي التحقيق بناء على ذلك إعفاؤه من الغرامة سواء بشكل كلي أو جزئي بعد تقديم ملتمس للنيابة العامة. ويمكن بناء على ملتمس النيابة العامة إصدار نفس العقوبة على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره من أداء اليمين أو من الإدلاءات الواجبة المرتبطة بشهادته، ويمكن إعفاؤه أيضا من الغرامة بشكل كلي أو جزئي بناء على ما ورد سابقا عند انتهاء التحقيق. وتصدر العقوبة المنصوص عليها في المادة 128 بموجب أمر قضائي غير قابل للطعن. وقد جاء في منطوق المادة 187 من قانون 127 من قانون المسطرة الجنائية على أنه يحق لكل شاهد حضر لأداء شهادة أن يحصل بناء على طلبه على تعويض على الحضور، وعند الاقتضاء تعويضا عن الإقامة، وله أيضا أن يسترد مصاريف السفر، وتؤدى له هذه التعويضات والمصاريف فورا بعد أن يحددها قاضي التحقيق وفقا للتعريفات القانونية. أيضا من الإجراءات الأخرى التي يحق لقاضي التحقيق القيام بها هو التفتيش، أي الانتقال إلى المنازل وتفتيشها.
جاء في منطق المادة 101 أنه يجري التفتيش في جميع الأماكن التي يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا لإظهار الحقيقة، ويجب في هذه الحالة على قاضي التحقيق تحت طائلة البطلان أن يتقيد بمقتضيات المواد 59، 60 و62. وهكذا فلقاضي التحقيق صلاحية تفتيش المنازل من أجل العثور على ما قد يساعده من أدلة وبراهين قد تكون مفيدة لتبديد بعض جوانب الغموض في النازلة المعروضة أمامه، وعليه بالمقابل عند القيام بالتفتيش احترام الأوقات القانونية التي ينص عليها القانون من أجل القيام بإجراءات التفتيش، والتي كنا طلعنا عليها فيما يتعلق بمصدر التفتيش في البحث التمهيدي بشقيه العادي والتلبسي. أيضا جاء في منطق المادة 102 من قانون المسطرة الجنائية أنه إذا كان التفتيش يجري في منزل المتهم في قضية جنائية فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشر خارج الأوقات المحددة في المادة 62 هذا التفتيش شريطة أن يقوم به شخصيا وبحضور ممثل للنيابة العامة. إذا تم تفتيش المنازل أو منزل المتهم فلا بد أن يحضر هذا المتهم إما شخصيا أو أن يحضر من ينوب عنه، وإذا تعذر الأمر فإن على قاضي التحقيق أن يعين شخصين لا يخضعان لسلطته الرئاسية ليشهدا عملية التفتيش. وهذه الإجراءات كما إذا لاحظتم معي فهي تشبه إلى حد ما إجراءات التفتيش المرتبطة كما قلنا بالبحث التمهيدي في شقيه العادي والتلبس. عموما حتى نقوم بإعطاء تلخيص بسيط في هذه الإجراءات، فإن جميع الإجراءات المرتبطة بالتحقيق الإعدادي سواء تعلق الأمر بالاستماع إلى الشهود أو الاستنطاق أو المعاينة والتفتيش والحشد فإنها تشبه إلى حد كبير جميع الإجراءات المرتبطة بالبحث التمهيدي بشقها العادي والتلبسي، إلا في استثناءات بسيطة خولها المشرع إلى قضية التحقيق فهي كلها تضمن في إطار محاضر. يجب أن تراعي شكلية وإجراءات معينة، يجب أن تتم ضمن أوقات قانونية معينة حددها المشرع بشكل صريح وواضح. كل خروج عن هذه الإجراءات لم يسمح به القانون وخارج نطاق القانوني الواضح تعتبر إجراءات إما باطلة أو قابلة للإبطال. إلى هذا يمكننا ننهي هذه الحصة الثانية من سلسلة المحاضرات الصوتية المقدمة لطلبة مادة المسطرة الجنائية السداسي السادس، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في محاضرة ثالثة مرتبطة ببطلان وإبطال إجراءات التحقيق، الجهة الوصية بالمراقبة، وأيضا علاقة التحقيق الإعدادي بالتحقيق التكميلي. إلى هنا أودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.